السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي التلاميذ مرحبا بكم في الجزء الثاني من درس العدل من مادة التربية المواطنة سنة أولى إعدادي ثانيًا كبيرة يقوم العدل على المساواة أولًا صغيرة استقلالية القضاء لتحقيق العدل بين المواطنين ينص الدستور المغربي على استقلالية القضاء عن يعني السلطتين التشريعية والتنفيذية أي أنه لا يحق للبرلمانيين ولا للوزراء ممثل السلطة التنفيذية التدخل في شؤون القضاء أو عرقلة تنفيذ أحكامه وذلك لحماية مصالح المتقاضين باش ما نطورش عليكم هذه الفقرة ما غاديش نعود نشرحوها حيت سبق وشرحناها في الجزء الأول من الدرس واللي ما فهمش حاجة في هذه الفقرة يرجع للجزء الأول وغادي يلقاها في النهاية دياله ثانيا صغيرة مجانية القضاء ووحدته إضافة إلى الاستقلالية يقوم القضاء في المغرب على مبدأ المجانية لضمان حقوق الطبقات الفقيرة أمام المحاكم كما ينص القانون على وحدة القضاء وعدم التمييز بين المتقاضين على أي أساس ديني أو عرقي أو جنسي وذلك لتحقيق العدالة وحماية حقوق سائر المواطنين خصوصا إذا تحل القضاء بالنزاهة المهنية في المغرب عندنا القضاء بالمجان يعني ان كل شخص في المغرب رفع دعوى قضائيه في المحكمه تتحكم في الدعوه ديالو بلا ما يخلص القاضي او المحكمه لان الدوله هي اللي تتخلص القضاة والمساعدين ديالو وفي بعض الحالات يمكن للدوله تفرض على المتقاضين في بعض المجالات واحد الرسوم في المجال المدني تتكون واحد في المية من القيمه ديال الدعوه واللي ما عندوش الدوله دايره مساعده قضائيه باش تلغى الرسوم اللي تفرضات عليه أما من ناحية وحدة القضاء فأي محكمة داخل حدود الدولة المغربية تتخضع وتتعامل بنفس القانون والقاضي تنظر في القضية بحيادية بغض النظر عن جنس دين أو عرق المتقاضين لأن القانون تكفل لهم المساواة. ثالثا كبيرة تتنوع المحاكم الوطنية بتنوع القضايا المعروضة عليها. محاكم الدرجة الأولى تتنوع محاكم الدرجة الأولى وهي محاكم الجماعات والمقاطعات التي تم إحداثها للنظر في القضايا البسيطة التي لا تتطلب تكوينا قانونيا عاليا، وهي تنظر في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها ألف درهم، المحاكم الابتدائية تنظر في الدعاوى المقدمة إليها بصفة ابتدائية مع حفظ حق الاستئناف كما تنظر في القضايا المستعجلة وتقوم أيضا بدور النيابة القانونية في حق القاصرين والمحجر عليهم، كما يتضمن الجهاز القضائي المغربي محاكم أخرى منها محاكم الاستئناف تبث في القضايا الجنائية، كما تنظر بصفتها مرجعا استئنافيا في القضايا التي سبق للمحاكم الابتدائية أن أصدرت فيها حكما غير نهائي، قضاء الأحداث ينظر في قضايا الأحداث ويتم ذلك ابتدائيا في المحاكم الابتدائية واستئنافيا في محاكم الاستئناف النظام القضائي في المغرب تعتمد نظام المحكمة العليا واللي الهدف منه هو تحقيق المساواة وإقامة العدل عن طريق ضمان حقوق جميع طوائف المجتمع محاكم الدرجة الأولى تنقصد بها المحاكم الابتدائية وهذه المحاكم هي الأكثر تواجد بالمملكة وهي تتنظر في جميع القضايا بغض النظر عن الطبيعة ديالها سواء كانت قضايا مدنية أو اجتماعية أو زجرية وكل نوع من هذه الأنواع الثلاثة كاينه محكمة ابتدائية مختصة به وكل محكمة منهم عندها أقسام للقضايا فمثلا المحاكم الابتدائية الاجتماعية فيها أربعة ديال الأقسام قسم قضاء الأسرة غرف حوادث الشغل غرف الأمراض المهنية وغرف نزاعات الشغل وهكذا كل نوع من المحاكم تكون مقسم لعدة أقسام أما بالنسبة للمحاكم الجماعات والمقاطعات اللي ذكرناها في الملخص فهذا النوع من المحاكم تلغى وتم التعويض ديالو بقضاء القرب وهذا القضاء تحكم في الدعاوى الشخصية والمنقولة اللي قيمتها ما تتزاوج 5000 درهم المحاكم من الدرجة الأولى الأحكام ديالها ما نهائية لأن القانون حفظ المتقاضين حق الاستئناف داخل واحد مدة اللي في الغالب ما 30 يوم من تاريخ إصدار الحكم محاكم الدرجة الثانية وتنقصد بها محاكم الاستئناف وهي محاكم مختصة في النظر في الأحكام اللي المحاكم الابتدائية وكذا بعض القضايا اللي خص القانون بالنظر فيها أما قضاء الأحداث تنقصد به القضاء الموجه للأطفال دون سن الرشد الجنائي اللي هو 18 سنة فالمشرع المغربي اعتبر الأطفال أقل من 12 سنة منعدمي التمييز وبالتالي من انعدمت مسؤوليتهم الجنائية أما من اللي تتجاوز 12 سنة وباقي ما كملوش 18 فالمشرع شاف باللي هما ناقصين المسؤوليه الجنائيه لان التمييز ديالهم باقي ما كملش وهذا ما تيعنيش انه في الحالة مزوج ما يمكنش يتحاكموا ولكن المسطره القضائيه تتكون مختلفه لان اولويه المشرع هي حمايه الحدث من الانحراف واعاده التاهيل ديالو في حاله موقع فيه وتيبقى نوع اخر من المحاكم ما تذكرش في الملخص وهي محكمه النقد واللي هي اعلى سلطه قضائيه في البلاد والمقر ديالها في الرباط خاتمه يعتبر العدل عنصرا اساسيا في ضمان استمرار الانظمه ودوام قوه المجتمعات وازدهارها العدل اساس قوه المجتمع والتطور دياله والضمان انه يبقى ويستمر هكذا اعزائي التلاميذ نكون سلينا الدرس تاع اليوم واللي عنده سؤال يحطو في التعليقات وباذن الله نجاوبوا عليه وفي انتظار درس جديد نخليكم في امان الله